دكتور يا جماعه. هي بقى اللي عامل هو اولا انا قرات الطب، انا مش هتكلم عنها كتير، حسب كلمة نقدة الروايه طبعا. لما نيجي نتكلم عن حسن الشاذلي، طبعا حضرتك يا دكتور صار ناقد كبير، وانا علمت جدا ناقدا قبل اي شيء، يعني انا ارى وفيك ناقدا غزير المعرفه كثير القراءه، لان طبعا الناقد عشان يقدم نفسه كناقد لازم يناقض كثيرا من المشكله معضله. بالنسبه لفن الفصل والمشاهد، احنا طبعا كلنا الحظ ان احنا اقمنا في ورشه اسمها الحوار، وانا حضرت في الكلام اكتر من مره. فكره كتابه المشاهد كانت بدايتها ان انا مسويت في بدايه القرن ده، وانا ما بسمش الكلام، كان نفسي اقول الحكايه دي سمعت، بس كنت مش عايزه اخد وقت من المنصه. ندى رسالتها كانت طبيبه نفسيه في بدايه القرن، كانت هي انجليزيه وفرنسيه، عاشت في مجتمعين خطيره جدا في الكتابه، كتبت القصه والقصه القصيره جدا قبل ان تعرف عالميا، وكتبت الروايه. يعني الناس اللي عملوا كتب عنها طبعا الدكتور فتحي العشري الناقد الكبير، يعني عمل كتب عنها ولكن هو يتكلم عن نفسه، بس انا قرات الكتب المصريه. فهي فكره المشاهد، المشهد الاول كانت تكتب مسرحيه قصيره، ولذلك من يكتب انا قلت لسلام يكتب القصه القصيره لا يلمع، لانه الناس كلها ترى ان الكتابه روايه، وانه اساتذتي كلهم في شغلي عصر الروايه اللي انا ارى ان هو قصه قصيره والشعر اللي لان طبعا صالح ما تمكنش الا من خلال الشعر، اعتقد الشعر هو ديوان العرب، ومن خلال الصور الشعريه هو ممكن يكتب قصه شاعره او قصه من جنس المقامات، او طبعا المقامات تكتب حتى الان، يعني العرب بصراحه استاثروا فيهم كتير قوي في القصه. يعني باحترامي للدكتور حسن الجليل، ان احنا يكون لنا ورشه عمل كده بدل اي دوله عربيه، نعمل ورشه عمل ونشوف بقى الناس ونكون بنقدم مجهود في الكتابه الخصوصيه، مش حاطين لنا رقابنا على طبعا كتيره ليه؟ لان اعتقد ان المشهد كان عايز يغير اسم مشروع قصير الفاضي. قلت له لا اوعى تعمل كده. كتبت الواد شعر، ومش هقول طبعا الناشر مين يعني، وبعدين بعد كده انا طبعا كنت بكتب، انا كتبت لابس براد شعبي، فانا كتبته احكي له بالصبر، فوجئت ان المشهد كانت عجيبه بس. يقول لي ده اقرب طبعا ده اللي اخد رايي. طبعا انا عملت كثير من المجالات من كده في الكلام، لكن طبعا لا اريد المشاكل وكذا وكذا. فنصحته حسن ان انت لا تغير من المجموع، لان مثل العنوان، يعني لما حضرتك قلت اشياء الياسمين استفزتها، مقامات نسيتها في حكايه ناقد. مقامات انا بتقولي اشياء الياسمين، ده الياسمين ده اللي هو حفره، وكيف يتصل الاشياء. يمكن لما نقول انا حضرت المشاعره لما بقيت عامله اشياء جماليه، دي كانت مقبوله، اشياء الياسمين دي كانت معاني جميله جدا. تعبت من قلوبنا كلنا. الحقيقه ان هو لما اختار مجرد اجراءات، انا ايقاع مروان مهم جدا وجاذب، واحنا على الناس بتوع قراء الشعب يا جماعه، الناس فلاحين، والمواد مهما عنوانه. فرايت انه لا ولا قصه اصلا في الموضوع دي قيمتهم عاليه، ولكن مجرد اجراءات ستلفت الانتباه. ما هي الاجراءات؟ دي كلمه قانونيه، هقول لك تكون مجموعه قصصيه كقارئ، اي قارئ عايزي، وانا بحترم القارئ لان هو الأعين بتبقى مختلفة جدا عن القارئ. عشان تتكلم عن حسن الشامي، حسن الشامي سهل مختلف. يمكن احنا كنا في طول سنوات وهو صح في النظرية وفي العلوم السياسية، وكتب عن الاتصالات ووسائل الاتصال والسوشيال ميديا، وكتب عن النظام الدولي. يعني راجل جامد كده في الكتابات، الا لو واحد يقول عليه ايه؟ بس هو استفاد، يعني بالنسبه كده، يعني احنا طبعا بتاعتنا احنا لسه بادئ علينا شويه، في حاجه اسمها المالتي تالنت، سمعتوا في المجتمعات العربيه المهاجر، هو الدكتور صالح ايه بالظبط؟ يعني بيقول لنفسه شاعر،
بيقدم لنا نفسه ناقد ولغوي وكل الحاجات دي، يعني كأن الإنسان بيعتني بالراسخ وكله بالجهل والقراءة مش بيعتني بالراسخ يا جماعة. الفكرة في المنص ده أنا مش مفهوم، هو ابتدي يقدر يكون صحفي وليه أعمال وليه دراسات طبعا ميدانية نزلت في الجامعات كتيرة. وكمان عجبتني قوي المداخلة اللي مع الرابط الإدريسي كتابة القصة، وانا احب يوسف ادريس جدا، اتمنى ان مصر لا يكون يوسف ادريس. النمط الادريسي بيتكلم عن القريه الذاتيه. انا في يوسف ادريس القريه الشرقيه، القريه الشرقيه نعمل اسرته جيده وهي صديقه فنانه تشكيليه. لما يوسف ادريس مصر ما كانتش كلها زاويه. اخذ مامتها يبقى هو كان مامتها، اخذ عشان تخدمه. صدر الرفيقين بالظبط يعني الناس كتير ما تعرفش كده، وتقعد معاه علشان يعني هو يتفرج في الطبيب في نفس الوقت في الحياة دي معروفة وفي نفس الوقت بياكل. فهو نشأ في المجتمع عليه، شاف قريب وشاف نظرة المجتمع عليه في المرأة. لما كتب حاجات بعيدة كانت صدمة وشافها وعايشة ومعايشة، الأدب معايشة جزء منه معايشة، لكن ليس كل الأدب معايشة. يعني احنا دايما بنقول الأدب جزء منه معايشة، لكن في حاجات انا ما شفتهاش ما عشتهاش، لكن كتبت عنها من خبره واقتراح سابقه من اعاده صياغه الموضوع اللي احنا بنقول بيه كده كده. فالحقيقه يعني الكلام عن حسن هيتدخل في معلومات كثيره وفي يعني افكار كثيره، لكن طبعا احنا اختلفنا في الانوار كلنا واختلفنا في نهايه ثلاث قصص. فدول حول الانتحار. انا حاسه مش معقوله حسن احنا عايزين ناس تفهم وتتبسط كده، ولاني اغاني مهرجانات بلاش كلمه انتحار. بس هو كان ليه رأي ان احكام الانتحار يعني كنت موجوده 2014 في مجتمع متقدم جدا السويد السكر، يعني ناس كده عندهم فكر في الجبال وفلوس كتيره وبيت في المدينه وشغل. فكنت بلاقي ناس يعني مهوزين دول ولا ايه قاعدين بس شيك قوي في الشوارع، يعني الهندات بتاعهم دول مش ناس يعني انا بلاقي حد قاعد مش عارف هو مين مش عارف هو بيعمل مواقف شخصيه ايه، لا والناس يعني ممكن تعينه في وظيفه حكوميه اهم يعني لما تشوفوا كده. فايه مشكلتهم دول؟ هل دول عندهم احباط من كثر ما بينتحر او فهم المجتمع فبيبداوا ينتحر؟ هل ما فيش ظاهره من الانتحار؟ بالعكس احنا بنتكلم دايما يمكن اكثر من ده نشطه وكلنا كده حوالين الموضوع ده والشباب دلوقتي والطبع. لكن انا كنت بقول يعني حاول ان انت تطور من بعض بلاش الانتحارات، لكن هو كان عنده اصرار الكاتب على انه يقدم تجربته ويقدم جوانبه الاورود. اعتقد ان احنا سفيرين الكاتب اذا كان ممكن بيبقى في عنده سفيري حاجه جدا ويبقى موجود فعلا يستقي. يعني في ناس بتفكر في الكتاب والشعراء بعد الانبياء ليهم كرامات، يعني مثلا لما كتب يوسف عوف وكنت بلسمه وانا في الجامعه، ما اكتشفتش شكلي ولا مره ولا عارف ان انا بكتب. يكتب القصه روح عليه ويقول لي ابوك مستقبلا كان كاتب حاجه اسمها ابوك كرامات. مهندس رايح عشان يشيل البندوره اللي هو عايز يشيل الارض دي للناس اللي رايحين الفقراء دي فيها ويحط مكانه مش عارف ايه حاجه بيقول لي ايه. فالعامل جات له فكره قال لهم ما في كرامات ما في وعي مدفون في المكان ده. طفش الحكومه طفش الذكاء شديد لان الناس بتعرف تتكلم سيرة. فهي الافكار دي اللي بلاقيها عند حسن جميل قوي، يعني مثلا عنده زر منتصف الليل وعن طالب الدكتوراه. انا عجبتني القصه دي جدا، معلش اعجاب شخصي ليه. طبعا احنا ربنا بنحط الدراسه الاخيره وشفنا ان هو قايل علينا يعني ثانيه بثانيه وعلينا وكيف من حاجات كتيره. كان في ناس احنا سالناهم وهم يتعينوا واحنا شايفينهم بيتعينوا، يعني كل الافكار اللي هو كتبها دي يعني كانت افكار فاسده يعني عجبتني جدا. وبرضه اللي بيتكلم عن حب الجمعه ده ده ناس على الاشواك كده، لان انت هنا في تجربه كده لما تيجي تكتب يا ابني ما تكتبش بالجنس والعلاقات، يا ابني ما تكتبش بالتدريب، يا ابني ما تكتبش بالسياسه. هو كتب كل حاجه بس بطريقه بقى مختلفه. ازاي؟ بطريقه نجيب محفوظ روائيا عظيم رائع. نجيب محفوظ لما كتب ناس كتير قالت دور في الناس والكلام هي مصر. كتب في السياسه بدون ان يصدر شيء لانه كان بيخاف من السجون والانتخابات. فهو بصراحه اقتبس كتير من روح نجيب محفوظ بس القصص قصيره
ويمكن ناس كتير ما تعرفش ان دي محطوط مثلا من كتاب الشباب اللي هو اصلا ايه؟ لان رائعه كل الظهورات، هو كان كاتب سيناريو قصه قصيره قبل ما يتحول متاخرا اعمال القصه القصيره روايات بعد سنه 40 لما كتب روايات الشمير وكان يكتب روايات الشام. برضه عنده قصه اسمها نهايه المطاف بتكلم عن تجربه الحب والمطاف والمجتمع الشام والافكار اللي حوالينا موضوع الحب في المجتمعات. ايضا يعني يمكن اي 11 قصه اكثر من 10 قصص ولكن فيهم مجهود رائع مش بعدد القصص وفيها صبر وفيها موضوعات حلوه واختيار يعني لما نقول مثلا في احد الابداعات القصصيه اشواك على الطريق. المراه التي ترى في كل رجل يقابلها شوك على طريقها مفيش حاجه قدمها حاجه عدله يعني عكس الحريه وقدام عكس فبيقدم صوره سلبيه برضه زي ما في صور ايجابيه وصور سلبيه في تراث الشعب. الحقيقه ان انا يعني بشكرهم هو العالمي وبشكرهم هو جد شباب معانا عايز اقول لهم شباب تحديدا اللي موجود في ولايات الكتابه يعني يظلمون الشباب كثيرا ويظلمون ان الروايه امامهم ممتازه جدا. قصه قصيره فعلا رائعه يا جماعه. يوسف الشاروني الذي كان يعمل سكرتيرا للاديب والنظمه طه حسين كان قصه مهمه رحمه الله عليه. فاكر لما قلت له على مجموعه خلف الاسواق 65 قال لي يا بنتي ايه عشان تبقى ليه؟ قلت له ايه؟ فقلت له انا بلاقي بدور فشفتها في سوق اسمه سوق الكتب السياسي. قال لي ما اقدر اعمل ان في سوق كده جزء من سوق الاسواق بس خلف المجموعه السياسي. فهي كده مجموعه رائعه يعني تلتقي منها مشاكل كل قصه اروع من كده 65. فالقصه يا جماعه بتخلي رائعه تلاقي ناس يعني كيف اقول في النهارده اللي انت اهتم بيها من المشي الجزيره اللي انا اقيم دكتور صالح المجموعه السريه اللي انت دلوقتي مجموعه قصصيه كان ممكن يشجع الكتابه ان انت تكتب روايه لكن هو خلانا تطلع قصص قصيره وانتظر ان انت روايه لان روايه على تبلور الافكار تكتب الروايه بشكل ايمن وهيبقى في زمكان افضل يبقى في شغل افضل ليه. المهم انتوا عارفين الستات بيحبوا يتكلموا كتير لكن انا بشكركم وبشكر الدكتور صالح وبشكر الدكتور حسن على هذه الصفوه الجميله اللي انا سمعته واستفدت منه واحتفل بهذا الخاطر واستفدت من الدكتور.